إذن أعزائي استقبلنا معكم ومع الحكام عدد 13 فحل بعمر 4 إلى 6 سنوات في الفئة العاشرة القسم باء يتنافسون على المراكز الخمسة الأولى وخاصة المركز الأول والثاني والثالث للتأهل للبطولات. اليوم ستكون الفئات كلها للأفحل بمختلف الأعمار، والشوط أو الجزء الثاني من اليوم آخر أيام بطولة الدوحة الدولية الثالثة للخيل العربية الأصيلة ستكون هي البطولات. 6 بطولات تنتظرنا في ختام هذه البطولة. نتمنى لكل المشاركين التوفيق. Another group of the stallions are competing in this class. It's class 10 section B. We have a total of 13. 14, age 4 to 6 years old. Only 3 of them will be qualified for the championship. But now we want to wish all those stallions that are in the animals. ولديها أيضا تعليم ولديها إنجازات واختيارهم للأفراس مدالية ليضمن إنتاج طيب. وقد رأينا بالفعل تطور هذا الإنتاج في اليوم الأول والثاني مع الأمهار والمهرات بعمر السنة. فهنيئا لمربي الخيل في قطر أولا، حيث أعدد المشاركين من دولة قطر عدد كبير، وأيضا من كل الدول المشاركة معنا في هذه البطولة من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، من قطر، ومن الكويت، لبنان، الأردن. والآن فرصة جديدة للتأهل للبطولات. إذن بعد مغادرة هذه الأفحل نعود ونستقبل كل منها على حدة ليبدأ الاستعراض أمام الحكام ويبدأ التقييم على بركة الله. It's the time for male horses, for stallions to show their power, their beauty. As all the breeders will be really careful choosing the stallions with special criteria, personality, and also with choosing special mares to assure a new beautiful generation, which we already saw in the first and second day with yearling fillies and yearling colts. Well done, breeders. بمغادرة آخر الأفحل نستعد ونستقبل أول مشاركين. We're ready now to start. We're the first stallion to go. First to go, أول المشاركين. دخول الفحل الأول 343 وبدأ استعراض أمام الحكام ومع الخيل العربية. الخيل العربية لديها رابط قوي جدا بينه وبين المربي وبين الخيل والمالك، وبالفعل هناك مكانة عالية وغالية جدا
الخيل العربي عند المالك يقول عد الخيل من عد القرابة لها بالحال عفوا ما تملك يديها. عد الخيل من عد القرابة لها بالحال ما تملك يديني، أحاضيها مع جملة عيالي وأنزلها بقرش المقلتيني. جعلت العمر مدهون ومرهون معاها من أول شبتي لآخر سنيني. الخيل غرامي غرامي لا غدا كل الغرامة، مع المجهول صافي الوجنتيني. مع الخيل العربية ومع هذا الجمال، وكما قلنا مكانة الخيل العربي تحاضي مكانة العيال، وطبعا الكل يعرف مكانة العيال والأولاد، فتخيلوا مكانة الخيل عند المربي وعند المالك. ومن هنا طبعا نجتمع نحن أسرة مربي الخيل العربية في هذه البطولات لنحظى بفرصة تقييم من بعض الخبراء والحكام لإنتاجنا ولخيلنا. شكرا للفحل 343. Thank you. Stall number 343. Next please. اللي بعده. Next to go. ثاني المشاركين الفحل رقم 345 بانتظار درجات أول الفحول. علينا أعزائي بإكرام هذه المخلوقات، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعانا أن نتسمى بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وقال في نفس الحديث: وارتبطوا بالخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتاد، وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. كما أيضا يشجعنا على النفقة على الخيل، ويقول أن النفقة على الخيل في سبيل الله كباسط يده بالصدقة ولا يقبل. ومن منا لا يسعى إلى الأجر وتحصيل أجر الصدقة والتي ممكن أن نحصل عليها مع الخيل العربي. يغادر ثاني الفحول ونستعد لثالث المشاركين. We're ready now for the third stallion. Third to go.
مع متنافس آخر في أرض الميدان وننتظر أولى النتائج. وأعزائي من بين السبل العلاج الحديثة لبعض الأمراض النفسية أبعدنا الله عنا وعنكم استخدام الخيول، فسحر الخيل لا يقتصر فقط على قوتها وسرعتها وجمالها وعلى كونها مخلوقات أليفة ودودة، ولكن تتمتع بذاكرة قوية وأحاسيس يقظة جدا ومشاعر لدرجة جعلت التواصل واللعب معها إحدى سبل العلاج لبعض الأمراض النفسية أبعدها الله جميع الأمراض عنا وعنكم وحماكم وحفظكم. ننتظر نتيجة الفحل الأول لنستكمل هذا الشوط وهي جاهزة الآن. الفحل رقم 343 وهو جراح المعود، جراح من الأب أس أم أي ماجيك ون والأم جمانة المعود، المالك أستاذ عبد الله عبد العزيز عبد الله بن محمود، مملكة العربية السعودية، الهوية العربية لجراح المعود، 4 مرات 19.5 19 ومرتين 19.5، الرأس والعنق 3 مرات 19 و20 و19 ومرتين 19.5، الجسم مرتين 18 18.5 3 مرات 18 18.5، قوائم مرتين 15.5 16 مرتين 15.5 15 و15.5، الحركة جراح المعود 19.5 مرتين 19 3 مرات 19.5 و19 مجموع 91.60. بداية طيبة لأول المشاركين. The first result for the first tally number 343 جراح المعود sired by SMA Magic One Auto جمانة المعود owned by Mr. عبدالله عبد العزيز بن محمود Kingdom of Saudi Arabia 91.60 342. Thank you. Next please. الفحل التالي. Next to go. نتابع مع درجات ثانية المشاركين. الفحل رقم 345 تهان غالب، تهان من الأب أف إيه رشيم والأم طيبة، المالك الأستاذ مصطفى رجب مملكة البحرين، هوية العربية للفحل تهان غالب 19.5 19 5 مرات 19.5، جمال الرأس والعنق إجماع من 7 حكام على درجة 19.5، برافو. الجسم تهان غالب 18.5 18 مرتين 18.5 مرتين 18 18.5، القوائم 16 15.5 مرتين 16 مرتين 15.5 16، الحركة 19 18 5 مرات 19، مجموع تهان غالب أعلى مجموع حتى الآن 92.10، برافو لهذا الفحل وبرافو لمملكة البحرين. A new leader with a score of 92.10 for Mr. Mustafa Rajab from Kingdom of Bahrain. تهان غالب get a total of 92.10
with high score, especially for Taiba and Head and Neck. This stallion is sired by Afer Rashim out of Taiba. Bravo. 92-10. 3-4-7 is done. Thank you. Next, please. الفحل اللي بعده. Next. نتعرف على نتيجة الفحل رقم 342 كارم الخالد، كارم الأب ألكسندر والأم كارمن الخالد، المالك مربطة صياقل المملكة العربية السعودية. للهوية العربية كارم الخالد حصل على 4 مرات 19 19 ونص ومرتين 19، جمال الرأس والعنق 19 19 ونص مرتين 19 و3 مرات 19 ونص، الجسم 18 ونص وست مرات 18، القوائم 16 16 16 و16، إذن 4 مرات 16 3 مرات 15 ونص، الحركة 3 مرات 18 ونص مرتين 19 مرتين 18 ونص، مجموع كارم الخالد 90.70% في المركز الثالث المؤقت. A total of 90.70 for Asayagal Stud from Kingdom of Saudi Arabia for stallion number 342 Karam Al Khalid sired by Alexander out of Karman Al Khalid 90.70. Three, four, eight. Thank you. Next, please. اللي بعده. فحل التالي. نتعرف على نتيجة الفحل رقم 347 فريد الليالي. فريد الليالي مملكة البحرين ومربط الرحيل، وهو من الأب RF فريد ومن الأم زعفران الدشك. هوية العربية لفريد الليالي 19 مرتين 5 مرات 19 ونص، الرأس والعنق 4 مرات 19 مرتين 19 ونص 19، الجسم مرتين 17 ونص 18 ونص 17 ونص 18 17 ونص و 18، القوائم 15 ونص
أربع مرات ثم 15 ومرتين 15.5 حركة فريد الليال مرتين 19 18.5 19 19.5 ومرتين 19 المجموع 90.70 إذن فريد الليال وكارم الخالد بنفس المجموع ولكن بدرجة أعلى في الهوية العربية. فريد الليال الآن في المركز الثالث المؤقت. برافو. For Kingdom of Bahrain and الرحيل استاد فريد الليال got a total of 90.70 and with a higher time score this stallion stands in third ranking temporary. إذن طحان غالب في المركز الأول حاليا، جراح المعود في المركز الثاني، ويأتي فريد الليال في المركز الثالث المؤقت. Thank you. Ready for the next? اللي بعده. ننتقل لدرجات الفحل رقم 348 شداد الخيسة من الأب وادي الشقب والأم فيروز الشقب، المالك من قطر أستاذ جابر علي العذبة. الهوية العربية لشداد الخيسة أربع مرات 18.5 مرتين 19 و18.5 الرأس والعنق 18.5 مرتين 18 مرتين 19 ومرتين 18.5 الجسم 17.5 مرتين 18 3 مرات 17.5 وأخيرا 18 القوائم 15.5 16 مرتين 15.5 15 ومرتين 15.5 الحركة 18.5 19 18.5 مرتين 19 18.5 و 19 مجموع شداد الخيسة 89 نقطة وفي المركز الخامس المؤقت. ستاليا نمبر 348 شداد الخيسة سايرد باي وادي الشقب أوت أوف فيروز الشقب أوند باي الهدوة ستاد 89 points 5th place so far. Next piece الفحل اللي بعده. Thank you.
مع دخول هذا الفحل نتعرف على نتيجة الفحل رقم 349 كرار العمار من الأبواد الشقب والأم ADA بل SRA. المالك السيد نايف ناصر الدوسري من قطر. هوية العربية لكرار العمار 19 و4 مرات 19.5. الرأس والعنق 19 19.5، 19 مرتين 19.5 ومرتين 19. الجسم 18 مرتين 17.5، مرتين 18 17.5 18. قوائم كرار العمار 15 15.5 16، مرتين 15.5 15 15.5. الحركة 3 مرات 19.5 19 19.5 و19 وأخيرا 19.5. مجموع كرار 91.20% في المركز الثالث المؤقت بعد كل من طحان غالب وجراح لمعول. A total of 91.20 for كرار العمار sired by وادي الشقب out of ADE بل SRA owned by Mr. Naif الدوسري for قطر. 91.20 standing in third place so far. Thank you. Next stallion, الفحل اللي بعده. Next. نعود معنا إلى الدرجات ونتعرف على درجات الفحل رقم 351 وافي الجزير من الأب برزان الشحانية والأم جي اي اي أنجليكا لقطر ومربط الغربية. هوية العربية لوافي الجزير 18.5 4 مرات و19.5 18.5 و19. الرأس والعنق 4 مرات 18.5 19 18.5 18.5. الجسم 18 17.5 3 مرات 18 17.5 و18. القوام 15.5 16 مرتين 15.5 16 ومرتين 15.5. الحركة وافي الجزيل مرتين 19 19.5 19 19.5 و19 وأخيرا 19.5. في المركز السادس المؤقت بمجموع 89.80%. Total of 89.80 for stallion number 351 وافي الجزيل owned by الغربية استاد فور قطر and he sired by برزان الشحانية out of GAA Angelica. Bravo. Thank you, Fadi. Shukran.
خلينا نذكركم بالنتائج المبدئية إلى الآن. أعلى مجموع هو 92.10% لمملكة البحرين وطحان غالب، وفي المركز الثاني المؤقت بمجموع 91.60 لجراح المعوض المملكة العربية السعودية، وفي المركز الثالث المؤقت قرار العمار لقطر بمجموع 91.10. The high score is still 92.10 for Kingdom of Bahrain and Tahan Ghalib. And in second, Jarrah Al Mawad with 91.60. And in third, so far, Karar Al Ammar for Qatar at 91.20. 353 is done. Thank you. Next, please. Al Fahl Li Ba'da. Next, Stallion. قبل لا نتابع مع النتائج، هناك كرت أحمر للأسف قدم للعارض عصام القاسم، وبالتالي طبعا لا يحق له أن يعرض في هذه البطولة. والكرت الأحمر قدم له من لجنة الانضباط، كان يحمل معه زنجبيل وكان ينوي استخدامه مع الخيل، وطبعا احنا عارفين هذا ضد القوانين. فكرت أحمر قدم للعارض عصام القاسم من قبل لجنة الانضباط. Before we continue, there is a yellow card giving to the handler عصام القاسم by the DC as he was having and intending to use ginger for the horse. So a red card, it means that he cannot show the horses in this show, but another handler could do that instead of him. Okay, as we know all, ginger is forbidden to be used in the show. Next, please. Thank you.
نتابع مع نتيجة الفحل رقم 352 وهو مشهور. مشهور من الأب فادي الشقب ومن الأم نوال الشقب المالك من قطر السيد مناع عبد الهادي الشهواني. هوية العربية لي مشهور 4 مرات 19 19 ونص ومرتين 19. رأس والعنق 18 ونص 19 18 ونص وأربع مرات 19. الجسم 17 ونص 4 مرات و 18 ومرتين 17 ونص. القوائم مرتين 15 ونص 16 مرتين 15 14 ونص 15 ونص. حركة 19 19 ونص مرتين 19 19 ونص مرتين 19. المجموع 89.80% لمشهور أم 89.80 for stallion number 352 مشهور أم sired by Fadi Shugab out of Nawal Shugab owned by Mr. Manna' عبد الهادي الشهواني قطر. طبعا أعزائنا معاملة الخيل هي شيء مهم جدا. العلاقة كنا نتكلم عن العلاقة الطيبة ما بين الخيل والمالك. لذلك هناك مجموعة من القوانين سواء يطبقها الحكام أو مسؤول الساحة أو لجنة الانضباط الهدف منها حماية الخيل وسلامة الخيل وإكرام الخيل الحقيقة. وبالتالي هناك كروت ممكن تكون كرت أصفر أو كرت أحمر. الكرت الأحمر يعني أن العارض ما يقدر يعرض خيله في هذا الشو ولكن ممكن استبداله. الخيل طبعا ما لذل. أوكي 357 is done, thank you. Next please, فحل التالي. نتعرف الآن على نتيجة الفحل رقم 353 أصايل بتار. أصايل بتار من الأب AGA Justifier والأم قبرة أصايل. المالك سيد عبد الله الدوسري من الكويت. الهوية العربية لأصايل بتار مرتين 19 18 ونص 19 19 ونص ومرتين 19. الرأس والعنق مرتين 19 18 ونص 4 مرات 19. الجسم مرتين 17 ونص 18 3 مرات 17 ونص 18. القوائم 15 ونص 3 مرات و 15 15 ونص 15 15 ونص. حركة أصايل بتار 4 مرات 19 19 ونص مرتين 19 ليصبح المجموع 90 درجة والمركز السادس المؤقت. A total of 90 points for stallion number 353 أصايل بتار sired by AGA Justifier out of قبرة أصايل owned by Mr. عبدالله الدوسري from Kuwait. And as I told you, yellow card or red card can be given either by the DC or by the ringmasters. There are some rules. Yes, we can show the horse, but we cannot abuse the horse. That's why we have certain rules to be applied. And if those rules are not followed, then yellow card or red card could be given by either the DC or the ringmaster. 355 is done, thank you. Next, please. اللي بعده
معي نتيجة الفحر رقم 354 زين المشرف من الأب شجران الناصر والأم بلة سيدونا المالك من قطر مربط المشرف. الهوية العربية 19.5 19 19.5 مرتين 19 ومرتين 19.5. الرأس والعنق 19 مرتين 19.5 18.5 ثلاث مرات 19. الجسم 18 18.5 وخمس مرات 18. القوائم 15.5 عند أربع حكام، بعدها 15 ومرتين 15.5. حركة 19.5 عند خمس حكام و 19 19.5 ليصبح زين المشرف في المركز الثالث المؤقت بمجموع 91.30 بعد كل من طحان غالب وجراح المعول. 9134 ستالي نمبر 354 زين المشرف owned by المشرف استاد 9130 in third place so far. ومعنا أيضا نتيجة الفحر رقم 357 مميز الجاسمية من الأب إكوادور والأم آر بي مس سربرايز للمالك سيد عبد الله علي عبد الله الحنزب من قطر. هوية العربية 3 مرات 19 4 مرات 19.5. الرأس والعنق 18.5 19 18.5 4 مرات 19. الجسم 17.5 17 17 18 3 مرات 17.5. القوائم 3 مرات 15.5 15 و3 مرات 15.5. حركة 3 مرات 19 مرتين 19.5 19 19.5 مجموع مميز الجاسمية 90.40. Total of 90.40 for stallion number 357 مميز الجاسمية. مميز الجاسمية sired by Ecuador out of RP Miss Surprise owned by Mr. Ali Abdullah الحنزم 90.40. مع نتيجة الفحل رقم 355 الفحل AMS جمال بين الأب جبر لبريشت والأم بيبي جمالة لمملكة البحرين والمالك سعد عبد الله المضحكة. الهوية العربية لجمال أو جمال 19 19.5 19 18.5 19.5 ومرتين 19. الرأس والعنق مرتين 19 مرتين 18.5 19.5 ومرتين 19. الجسم 18 عند 5 حكام و 17.5 و 18. القوام 4 حكام أعطوا درجة 15.5 مرتين 14.5 و 15.5. الحركة 19 20 19 19.5 و 3 مرات 19 مجموع AMS جمال 90.40 في المركز الثامن المؤقت. 90.40 for Kingdom of Bahrain and stallion number 355 AMS جمال owned by بس عبدالله المضحكة good for 8th place so far. النتيجة الأخيرة في هذا الشوط للفحر رقم 358 لامي شقب. لامي من الأب اس ام اي ماجيك وان ومن الأم رشا شقب لمربط الحجاج من قطر. الهوية العربية 19.5 19 مرتين 19.5 19 مرتين 19.5. الرأس والعنق 19 من كل الحكام. الجسم 18 و5 مرات 17.5 و18. القوائم 16 15.5 16 مرتين 15.5 ومرتين 15. الحركة 3 مرات 19 3 مرات 19.5 وآخر درجة 19. لامي الشقب يحصد المركز الخامس بمجموع 90.70. last score for last tally number 358 لامي الشقب for الحجاج stud from قطر is 90.70 is placed in 5th. So let's have a look at the ranking for the rest of the ranking. طحان غالب كان ويبقى في المركز الأول، ألف مبروك.
جراح المعود في المركز الثاني ألف مبروك، زين المشرف في المركز الثالث، قرار العمار في المركز الرابع، لامي شقب في المركز الخامس. Ladies and gentlemen, please show your support for the winners. The winners of class 10B. طحان غالب، جراح المعود، زين المشرف، كرار العمار، ولامي الشقب. بس ننبه بأن لامي الشقب وفريد الليال حاصلين على نفس المجموع ونفس الهوية العربية، لكن بدرجة أعلى في الحركة، لامي يقف في المركز الخامس. So the fifth and sixth with the same total, 90.7, but the fifth ranking goes to Lami Ashagab as he has a higher movement score. Well done, congratulations to you all. Let's have the winners of Class 10B. Tally number 345, 343, 354, 349, and 358. مبروك جميعا، وندعو مشكورا الشيخ حمد بن نوح آل ثاني أمين السر العام للاتحاد القطري للفروسية، فضل معنا مشكورا للتتويج. With the Secretary General of the Qatar Equestrian Federation, الشيخ حمد بن نوح آل ثاني, we're ready now to present the trophies. ألف مبروك لمملكة البحرين المركز الأول في هذه الفئة، نبارك للفحل 345 طحان غالب، مبروك للمالك الأستاذ مصطفى رجب البحرين. It's a win for Kingdom of Bahrain with طحان غالب. Congratulations. والتهنئة في المركز الثاني لجراح المعود، مبروك للأستاذ عبد الله بن محمود، والمملكة العربية السعودية second place Kingdom of Saudi Arabia. جراح المعود owned by مساء عبد الله بن محمود. Congratulations.
مركز الثالث الفحل 354. زين المشرف، مبروك لمربط المشرف من قطر. Third place for زين المشرف owned by المشرف استاد قطر. Congratulations. مركز الرابع فحل رقم 349 كرار العمار، مبروك للاستاذ نايف ناصر الدوسري قطر. Fourth place stallion number 349 كرار العمار، congratulations to قطر. المركز الخامس للفحل رقم 358 لامي الشقب، مبروك لمربط الحجاج من قطر. Fifth place for لامي الشقب، congratulations to قطر. مبروكين جميعا، الشكر والتقدير لأمين السر العام لاتحاد القطر الفروسية الشيخ أحمد بن نوح الثاني، نورتنا اليوم أبو سلطان، يعطيك العافية. Our sincere thanks for the Secretary General of Qatar Equestrian Federation, Sheikh Ahmed bin Nuh Al Thani, and we want to congratulate all the winners and those who are qualified for the championship. Well done.